السلام عليكم. انا السلام عليكم يا سمباي. السلام عليكم، انا سمباي. اليوم بتكلم عن الحلقه التاسعه من طوكيو جول ري. قبل ان نبدا المقطع حاب انبهكم ان عندي قناه احتياطيه كالعاده، تلقاها بالدسكربشن لان جاني اشتراك على القناه هذه. فنطلع على الموضوع على طول. في موضوع اليوم ان شاء الله بتكلم عن الحلقه التاسعه، واللي هو الحلقه الصراحه للهدوء الذي يسبق العاصفه، عرفت علي؟ لأن كانيكي قاعد يحاول يرجع ذكرياته، والناس كثير عرفوا أن هايسي هو كانيكي. ولكن قبل أقول الأشياء اللي راح تصير في الحلقات الجاية، حاب أسأل سؤال قبل بداية المقطع عشان أجاوبه أنا على آخر المقطع. هل هايسي غول أم بشري؟ أوكي، الحين في واحد بيقول يلعن أبو السؤال الغبي، أكيد نص غول نص بشري. لا، حاليا هايسي مثل ما قمنا نشوف أن شعره بدأ يقلب أسود، وهذا دليل على أنه بدأ هايسي أنه يسيطر على الجسد وليس كانيكي. لأن كانيكي شعره أبيض، والتعذيب اللي جاء هو اللي خلى شعره أبيض وخلاه يتذكر أنه هو كانيكي، ولكن بدأ شعره يقلب أسود. ومثل ما شاف أيضا يوم شاف تشوكياما ما تذكره، يعني شيء غريب هذا الشخص اللي عذبه وكره حياته ما تذكره. أكيد ما راح يتذكره، ما تذكر أحد غيره، حتى هنا ما تذكرها. ولكن هل من ممكن هايسي أو كانيكي أنهم يرجع ذاكرته؟ السؤال إن شاء الله هذا راح نشوفه في الحلقة الجاية. ولكن انا اشوف ان تسوكياما راح يسوي شغل كبير في الاحداث القادمه. مثلا عندك يوم طلع من عزلته اللي قعدت بالبيت، صار له مده كبيره وهو قاعد بالبيت منذ اختفاء كانيكي، ولكن بعد انه قام مسال نفسه يقول اخبار الانتيكي، شلون هينامي صغيره، يعني ما درى ان هينامي كبرت ولا يدري عن شيء. هذا دليل على انه ما يعرف شيء ولا يعرف في الطبيعه الحالي اللي هو فيها. نفس الشيء بالانتيكي، في ناس كثير ما يعرفون ان الانتيكي تعرف ان كانيكي حي. كانيكي حي حلو، والانتيك يعرفون هذا الشيء. حتى عم توكا ونفسها توكا يوم شافته ابتسمت قدامه في الحلقة الثالثة من دي الرابعة، يوم دخل أول مرة الانتيك ابتسمت يعني ومستانسه. ونفس الشيء يوم دخل كانيكا وهيسي دخل الانتيك نفسه وقام يبي ياخذ كتاب، فجت توكا قالت أنت تحب قراءة الكتب، فعرفت أنه هو. حتى نفسه اللي يصنع الأقنعة قال أن هذا قطعة فريدة لا تتركونها. فكانيكي هو شخص جدا 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 اسطوري وقطع فريدة كغول وكبشري. صحيح انه راح تهيبه في السيزون الثالث، راح تهيبته بما ان في ناس كثير صاروا نص غيلان، ولكن كانيكي هو الاصل، وكانيكي هو راح نشوفه في الاحداث القادمة راح يسوي شغل كبير. وصدقوها يعني انتبهوا، يعني حتى اكبر دليل انه في تحريف بسيط او تحريف قوي صار بالحلقة هذه. كثير من الناس يوم اسوي السلسلة هذه يقولون انت ما قاعد تقول تحريفات، ما قاعد تقول شيء. لا بالعكس، انا قاعد احاول ما ابين لك التحريفات كثير عشان ما تزهق او تعطي نظرة خاصة لتوكي جول انه انمي خايس. ولكن التحريف اللي صار في الحلقة هذه هو تحريف واحد، ولكن التحريف بيسوي شغل كبير لو حطوه، اللي هو يوم كانيكي قاتل اصحاب البدل البيضاء اللي هم تقريبا الاوغري مديروزي ما اتذكرهم، ولكن ان في قتال كان جبار بينهم، ولكن الانمي قطعوه. ما ادري بيحطونه فلاش باك في الحلقات الجايه، ولكن قتال لازم يحطونه، بس ما ادري ليش ما حطوه. كان قتال قوي جدا، انا اتكلم عن القتال اللي صار بالمانجا، ليش ما حطوه في الانمي؟ فان شاء الله يحطونه كفلاش باك، اذا ما حطوه يعني حرام عليهم. فاقتبسوا بالحلقه هذه من شابتر 38 الى 41، فشابترات قليله ولكن اقتباس حلو الصراحه، ك 24 حلقه من 22 دقيقه سوري. ان شاء الله نشوف الاشياء القادمه، الاشياء القادمه راح تكون قويه. برجع ذاكرة كانيكي لانه في اشياء كثيره راح يسويها، منها انه يرجع هينامي، من انه يجتمع ملنتيك، يعني بيصير احداث قويه ولازم يرجع كانيكي. يعني اللي شخص اللي يقول انه هيسي خلاص راح يقعد كما هو، لا اصدق ان كانيكي راح يرجع، لان اصل القصه كلها الكانيكي نفسه او قصه كانيكي، فمستحيل يرجعونه شيء دقيقتين ثلاثه، بياخذون حلقات كثيره عشان يرجعون ذاكرته تدريجيا، ولازم يكون في معامل قوي عشان كانيكي يتذكر. بس هذا كان عندي الحلقه اليوم، اتمنى الحلقه تكون عجبتكم، يعني الحلقه التاسعه كويسه صراحه. فان شاء الله نشوف حلقات اقوى في المرات الجايه. اكتبوا لي تعليقاتكم اللي كنتوا، ان شاء الله بقراها كلها. احد اذا عنده نظريه، عنده تعليق، عنده شيء او سؤال لطوكيو جوري، ان شاء الله بجاوب عنه، او اني بجمع تعليقاتكم كلها واحطها في مقطع معين او خاص. فبس هذا اللي كان عندي، كان معكم اخوكم سمباي، والسلام عليكم.